السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام، حياكم الله. طبعا اليوم معنا احصائيات فيروس كورونا لهذا اليوم. خلينا نتعرف على تفاصيل واحصائيات فيروس كورونا لهذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلغ عدد احصائيات فيروس كورونا لهذا اليوم 1502 اصابة، وبلغ عدد حالات الشفاء 887 حالة شفاء ولله الحمد خلال الساعات 24 الماضية. طبعا وبلغ عدد المتوفي من الفيروس 24 حالة وفاة، إن لله وإنا إليه راجعون. وهذا بالنسبة لإحصائيات فيروس كورونا لهذا اليوم، حيث بلغ عدد الوفيات الكلي في تركيا 6163 حالة وفاة، إن لله وإنا إليه راجعون، والإصابات إلى 261194 حالة إصابة. طبعا هذا العدد الكامل، والمتعافين 238795 حالة شفاء، هذا العدد الكلي في تركيا. طبعا هذا معنا اليوم الإحصائيات، وأي سؤال أو أي استفسار بخصوص أي طبعا موضوع حطوني بالوصف أو بالتعليقات، وإن شاء الله سوف أقوم برد عليكم بأقرب وقت ممكن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.